أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ذلك خير وأحسن تأويلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما
قومه ليبين لهم وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بعد شكور صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم
روح ثم توبوا إليه. قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها
صدق الله.